من هو جمال خاشقجي؟ هو جمال أحمد حمزة خاشقجي، ولد في 13 من أكتوبر سنة 1958 بالمدينة المنورة، وتوفي في 2 من أكتوبر من سنة 2018. هو صحفي وإعلامي سعودي، ترأس عدة مواقع في الصحف السعودية، وتقلد منصب مستشار، كما كان مدير عام لقناة العرب الإخبارية، ويكتب عمودا في صحيفة واشنطن بوست منذ 2017. وصف في الصحف وأجهزة الإعلام العالمية بأنه وفي للدولة السعودية ومنتقد لسياساتها. غادر خاشقجي السعودية في سبتمبر 2017، وكتب بعد ذلك مقالات صحفية انتقد فيها الحكم السعودية. انتقد خاشقجي بصورة كبيرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك عارض التدخل العسكري في اليمن. قتل خاشقجي في 2 من أكتوبر من سنة 2018 في قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول، وكان آخر مكان شهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. أشارت مصادر مجهولة الهوية من الشرطة التركية في الأيام الأولى أنها تستنتج مقتله داخل القنصلية، بينما شككت السعودية في التصريحات المنسوبة للشرطة التركية، وقال مسؤولون سعوديون أنه غادر القنصلية حيا عن طريق باب خلفي، بينما على الجانب الآخر قال مسؤولون أتراك أنه لا يوجد دليل على خروجه. قال الرئيس التركي أردوغان إن التحقيق ما زال جاريا وينتظر النتائج. وفي تاريخ 19 من أكتوبر أعلن النائب العام السعودي القبض على 18 شخصا متهمين بقتل جمال خاشقجي، بعد حدوث مناقشات بينهم أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما تسبب في وفاته. فيما ترى جهات ومنظمات خارجية بأن النظام السعودي هو من يتحمل مسؤولية ارتكاب الجريمة. وفي لقاء مع نورا أودونيل بث في 29 من سبتمبر من سنة 2019 على شبكة سي بي سي الأمريكية، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن عملية قتل جمال خاشقجي جريمة بشعة لم تأمر القيادة السعودية بها، لكنه مع ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، ذلك أن حادثة القتل جرت في ظل إدارته، مؤكدا أنه لا مصلحة للحكومة السعودية بقتله، وأن الخطر الذي يتهدد السعودية هو من هذه الجريمة البشعة التي استهدفت صحفي سعودي في قنصلية سعودية، مضيفا أنه لا يمكن تصور الألم الذي صنعته هذه الجريمة، خصوصا لدى قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية. هو جمال ولد في المدينة المنورة في 13 من أكتوبر سنة 1958، نشأ فيها وترعرع وتعلم في مدارسها وأنهى تعليمه الثانوي في ثانوية طيبة. ينتسب إلى عائلة خاشقجي التي تنحدر أصولها من مدينة قيصرية الواقعة في وسط منطقة الأناضول بتركيا، والتي استوطنت الحجاز قبل حوالي 500 سنة بجوار الحرم النبوي، فكان من هذه العائلة الوزراء والمؤذنون في المسجد النبوي، ومن أبرزهم المؤذن عبد الرحمن خاشقجي، ومنهم الأطباء مثل محمد خاشقجي والد الملياردير عدنان خاشقجي. واسم العائلة يعود إلى كلمة خاشق أي ملعقة، وخاشقجي تعني صانع الملاعق أو الكريم في الطعام باللغة التركية الحالية. أما التسمية فهي مرتبطة باسم الماسة خاشقجي سبون ميكرز دايموند، أو بالتركية كاسيكجي الماسي، والتي تعد كنزا قوميا لدى الأتراك والمحفوظة حاليا في متحف طوب قابي الواقع في إسطنبول. ولقد تزوج جمال أكثر من مرة، كان آخرها زواجه سنة 2010 من الدكتورة آلاء محمود نصيف. له عدة أبناء وبنات، منهم نورا ونهى ورزان وعبد الله، أكبرهم ابنه صلاح. وتداولت وسائل الإعلام والأنباء اسم خديجة جنكيز الباحثة في الشأن العماني كخطيبة مفترضة له خلال أزمة اختفائه سنة 2018. درس الصحافة بكلية الصحافة بجامعة ولاية إنديانا الأمريكية، وعمل في بداية مسيرته الصحفية مراسلا لصحيفة سعودي جازيت، ثم أصبح مراسلا لعدد من الصحف العربية اليومية والأسبوعية في الفترة الممتدة بين سنتي 1987 إلى غاية 1990. قام أيضا بتغطية الأحداث في أفغانستان، الجزائر، الكويت، السودان والشرق الأوسط في كل سنوات التسعينات. عين في منصب نائب رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز
بين سنتي 1999 إلى غاية سنة 2003. تولى منصب رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية سنة 2004، وشغل هذا المنصب لمدة 52 يوما فقط، وأقيل بعدها. عمل منذ العام 2004 مستشارا إعلاميا للأمير تركي الفيصل، وهو السفير السعودي في لندن، ومن ثم السفير في واشنطن. شغل في يوليو 2010 منصب المدير العام لقناة العرب الإخبارية التي يمتلكها الوليد بن طلال، وكان من المتوقع أن يبدأ بثها خلال سنة 2012، إلا أنه تأجل إلى غاية 2015. وحين بدأ البث لم يستمر سوى ساعات معدودة، وقد توقفت عن البث بعد خلاف مع الدولة المستضيفة حول سياستها التحريرية واستضافتها معارضا بحرينيا. في منتصف رمضان 1439، وحين ابتداء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، غادر جمال السعودية من مدينة جدة وأقام في الولايات المتحدة، واتخذها مهجرا اختياريا ولم يرجع منذ إذن. وهنالك أعلن رضاه عن إذن الحكومة له بالكتابة بعد أن كان ممنوعا منها، وكان الرد عليه أنه لم يكن ممنوعا منها، بل كان محظورا عليه انتحال صفة مستشار الأمن التي كان يذكرها لوسائل الإعلام أو تقال له، ولم يسمع أنه ينفيها عن نفسه. بدأ في الكتابة في صحيفة الواشنطن بوست في سبتمبر 2017، وتركزت كتاباته عن الشأن السعودي، وكانت مقالاته رأيه تنتقد السياسات السعودية فيما يتعلق بالتدخل العسكري السعودي في اليمن، والخلاف السعودي اللبناني، والأزمة الدبلوماسية مع كندا. إلا أنه كان مرحبا بإصلاحات مثل السماح بقيادة المرأة للسيارات في السعودية، ومنتقدا للاعتقالات التي طالت ناشطات مثل لجين الهذلول وعزيز اليوسف وإيمان النفجان وآخرون يعملون على قيادة المرأة في السعودية وحملة إسقاط الولاية عن المرأة. انقطعت أخبار جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 بدخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول التي زارها لاستخراج ورقة من إتمام زواجه، حيث قالت خديجة جنكيز خطيبة جمال التي كانت بانتظاره خارج السفارة أنه لم يخرج، وأعلمت السلطات التركية باختفائه، في حين أصدرت السلطات السعودية بيانات كذبت تلك الأخبار، نفت فيها عدم خروجه، وأكدت أنه غادر القنصلية بعد وقت قصير. وقالت القنصلية إنها تتابع وتنسق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفائه. وقال السفير السعودي إنه يشعر بالقلق تجاه هذه القضية، فيما ذكر إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أن وزارة الداخلية التركية تتابع مع موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول، ومعلوماتنا تفيد أنه لا يزال داخل مقر القنصلية، بينما نفى مسؤول سعودي لم يكشف عن اسمه تواجد جمال داخل مقر القنصلية وأكد مغادرته لها. بعد 5 أيام من اختفائه، أشارت مصادر لم تكشف عن هويتها لوكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست بأن الشرطة التركية قد توصلت إلى أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بينما صرح مصدران عفوا لم يكشفا عن اسمهما وهويتهما من الشرطة التركية بأن الاستنتاج الأولي للشرطة التركية هو أن السيد جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، ونعتقد أن جريمة القتل كانت عن سبق الإصرار والترصد، وأن الجثة جرى نقلها خارج القنصلية. ونشرت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلي قناتها أن الشرطة التركية تحققت من كاميرات المراقبة التي أظهرت أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعد 20 دقيقة من دخولها. انتشرت بعد ذلك العديد من الأخبار التي تفيد بأن جمال قد تعرض للتعذيب دون وجود مصدر رسمي يؤكد ذلك، كما نشرت ساسا بوست عبر مصدر خاص لم تسميه أن خاشقجي صور بالفيديو ثم قتل. في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية تركية عشية يوم الأحد الموافق للسابع من أكتوبر أنه أثناء تواجد خاشقجي في القنصلية وفي اليوم ذاته، دخل دولة تركيا 15 سعوديا قدموا على متن طائرتين، كان بعضهم مسؤولون رسميون وجميعهم كانوا في القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي بها، ولاحقا غادروا تركيا نحو البلدان التي أتوا منها. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم نفى هذا المصدر المسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول، نفى التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أتراك
لأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك بأن تكون صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع. وصرح رجب طيب أردوغان أن الحكومة التركية تنتظر نتائج التحقيق بقضية اختفاء جمال خاشقجي. في لقاء غير مصور مع مارتن سميث، ورد بعض ما فيه ضمن فيلم وثائقي بث في 1 أكتوبر 2019 على شبكة التلفزيون العامة الأمريكية قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، نقلا عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله بأن مقتل خاشقجي يحمله مسؤولية، ذلك أن حادث القتل جرى في ظل إدارته، قائلا: حدث ذلك وأنا في موقع السلطة، أنا أتحمل المسؤولية كلها لأن ذلك حدث وأنا في موقع السلطة. وهذا أول تصريح غير مباشر ينقل عن محمد بن سلمان يشير فيه إلى تحمل إدارته المسؤولية عن حادثة القتل. وردا على سؤال طرحه سميث عن كيفية حدوث جريمة القتل دون أن يعلم بها ولي العهد شخصيا، نقل عنه قوله: عندنا 20 مليون نسمة، وعندنا 3 ملايين موظف حكومي، والمسؤولين والوزراء في السعودية لديهم السلطة بالتصرف وأخذ القرارات، وهم مسؤولين عن أي تصرف يقومون به أمام القيادة السعودية. ويقدم سميث وصفا للحوار الذي دار بينه وبين ولي العهد، مشيرا إلى أنه صور في ديسمبر 2018، وهو عرض تمهيدي للفيلم الوثائقي المقرر عرضه.